بسم الله الرحمن الرحيم. هنصمم الدبشة ان شاء الله النهارده بتاعت البرج بتاعنا. تمام، معايا الاحمال اهي. جميل، هدخل الاحمال دي وركينج على الدبشة بتاعتي. انا عملت دي اكس اف للدبشة، تمام، ودخلت عليه، دخلته على السيف اهو. دي اكس اف بوري لاين ماشي على الحد بتاع البلاطة، والوولز بخط، تمام، عشان اخش اعرفها على طول بالامر ده. اوكي، كليك يمين على انا عايزه، اد تو، تظهر هنا اد تو وول. لو انت فتحت دي كده اهو تظهر لك هنا اد تو وول. طيب تعال مثلا هنا نختار، نعمل ديفاين وول، ادا كوبي وول 25 سنتي، وول 25 سنتي اهي. الكلود اوتوماتيك جاجت زون دي اهم حاجة، ماشي. طيب اهي، تختار بقى من هنا انت عايزه اهو. دي بيلو اللبشة. لا انا مش عايز بيلو اللبشة، يبقى نان اباف اللبشة. نختار 25 دي زيرو، والاباف بتاعتك 3 متر، وتعمل كده شو سترود فيو. تمام اهو 3D. ماشي تمام. في طبعا حوايط على الداير لازم تترسم اهو. ماشي، تفضل تعمل كده لحد لما تخلص الحوايط بتاعتك. عشان تعرف الأعمدة من البداية تختار أمر الأعمدة، ماشي، وبتظهر اللي هي بتاعت الأعمدة، ومن الشمال لليمين بتعملها تعرف كلها في خطوة واحدة في ثانية. خلاص كده المفروض إن احنا رسمنا الحوايط والأعمدة، تمام، مسكنا الأعمدة كلها من فوق وعملنا لها إن هي تبقى فري. يعني الأعمدة اهي بتاعتنا، نشيل الرول دي، نعمل اكسترود اهي، الكولوم تظهر. ماشي، لو مسكت العملية دي كلها نشيل برضو السلاب اهو. ماشي، هتمسك الأعمدة كلها من فوق كده، ماشي، ايا كان من فوق، وبعد كده اساين، ماشي، سبورت داتا، وتخلي النقط دي كلها ان هي مش متعرفة بنجات كأنها كابول يعني. وعايزين نحط الأحمال كلها بتاعتنا وركينج من فوق الأعمدة دي. دلوقتي هنمسك العمدة دي، ننزل بقى ايه، نشيل الاكسترود ده. طيب ده كده سي واحد اهو. نخش كده هنا اهو، تتبع اللوحة دي كده بره، تعرف مكان السي واحد والسي اتنين والسي تلاتة، تخش تعرف عليهم الحاجة اللي انت عايزها. طيب سي واحد 9953 الصين لود داتا، في حالة واحدة اسمها ديد 9953، ماشي اهو. نعمل كده كام نقطة تاني، 2 4 17 الصين 4 17 2، ماشي. اللي فوقيه ده سي تلاتة على طول، سي تلاتة 18 05. خليها ستة، كنترول اس،
ماشي يا سيدي. طيب تمام اهو assign للداتا بوينت ده سي اربعة 15 64. ماشي، خلي بالك انت المفروض اللبشة بتاعتك دي ان انت عامل موديل ايتابس، تمام، هتدخل اللبشة دي في منسوب البيز بتاع الايتابس، تمام، وساعتها انت ممكن تصمم اللبشة دي من جوه البرنامج عادي جدا، تمام، وممكن كمان تخرج اللبشة بتاعتك تعمل لها ايه اكسبورت على السيف. بعد كده تيجي تفتح السيف هتلاقي كل الاحمال بتاعتك مظبوطة، ترسم الدي اكس اف بتاعك الموديل بتاعك وتشيك عليها وتعمل كل اللي انت عايزه. الكلام ده هتلاقيه مهندس عمر عبد العزيز عامله في الدورة بتاعته، هتلاقيه في 2016، تمام، الفيديو بتاع اللبشة اهو عندك، تقدر تفتحه وتشوفه، تشوف الكلام اللي احنا بنعمله ده. بس انا للأسف عشان ما عنديش وقت مش هعمل كده، هصمم على الأحمال الرئيسية بس ونشوف اللبشة دي بتتعمل ازاي. طيب نكمل ده كده 6 و7 عايزين 6 6 317 sin dot data 317 طيب المفروض ان انت تعدي على كل الكلام ده، ماشي. طيب دلوقتي هنزل البلاطه، ماشي، عشان نعرف عليها الحمل بتاع رد فعل التربه. انا تمام عرفتها اهو، كليك يمين لفت 170، تمام، حط عليها رد فعل التربة. طيب رد فعل التربة عندي، ماشي، قدرة تحمل التربة 2 كيلو جرام على السنتيمتر مربع، تمام، دي الوحدات بتاعتها اهي، ماشي، 2 مثلا كيلو جرام على سنتيمتر مربع، فلما نحولها لطن، تمام، طن على المتر المربع نضرب في ايه؟ في 10 اهو. انا عامل برنت سكرين، ماشي، الكلام ده من على السيف قبل كده، تمام، يعني ده كان قدرة تحمل تربة كيلو وربع، كيلو على سنتيمتر مربع، فعشان نحولها لطن على المتر مربع هيبقى كام؟ 12.5. طيب الحالة بتاعتنا 2 كيلو جرام على سنتيمتر مربع هيبقى 20 طن على المتر مربع، نضربه في 120، ماشي، 120 دي رقم ثابت من 100 ل 120، تمام، الكلام ده عشان نجيب اللي هو سب جريد مودولس، تمام، اللي هو تقريبا رد فعل التربه الاسبرنجات اللي احنا بنحطها تحت القاعده. جميل اهو، الساين اخترنا البلاطه اهو، سويل بروبرتيز، ماشي، موديفاي 20 في 120 بس كده، تعرف عليها ان هي سوري 2 اهي. تمام اهي، سوري بروبرتي سوري 2، السلاب 170 سنتي. طيب جبنا بقى ال 170 سنتي دي منين؟ ماشي اهو، ركز كده معايا في الحتة دي، تمام، اقل سمك للبشة المسلحة في الواقع هي 80 سنتي، ماشي، لعدد 7 ادوار، مع الحتة دي مهمة بقى جدا، مع زيادة هذا السمك 10 سنتي لكل دورين، احنا دلوقتي عندنا 25 دور، تمام؟ طيب 25 دور لو شلنا منهم 7، تمام، اللي هي 80 سنتي، هيتبقى لك 18 سنتي. حلو؟ طيب 18 سنتي على 2، مش هما كل دورين هنزود 10 سنتي؟ تمام، يعني 9، التسعة دي اضربها في 10 سنتي، تمام، يعني 90 سنتي، زودها على 80 هديك 170 سنتي. حلو، نقولها تاني. طيب نقولها تاني من خلال الآلة، ماشي اهو، معانا برج 25 دور، ماشي، احنا دلوقتي قلنا 80 سنتي في 7 ادوار، صح، اهو ناقص 7 سنتي، ناقص 7 ادوار هيدينا 18 دور، تمام، يبقى ال 18 دور دول ب 80 سنتي ودول ب 70 سنتي،
بكام؟ ب90 سم. جبناهم منين؟ ماشي، 70 سم اهو في السبعة، قصدي 80 سم هنا اهم، 80 مع 7، 80 سم مع السبعة دول، تمام. كل دورين فيهم 10 سم. طيب يبقى تسعة، يبقى تسعة في 10 يعني 90، يعني من هنا 90 ومن هنا 80، يبقى 170 سم اللي هما الدبشة بتاعتنا. تمام، دلوقتي انا هكمل تعريف بقية ايه، بقية الأعمدة كلها، ونرجع تاني نشوف المومنت. طيب خلي بالك انت هنا معاك قطاعات أعمدة المفروض تعرفها، ان دي قطاعات دائرية. انا نمسك ده كده، نمسك ده كده، وده نعرفهم ان هما ساين كولوم بروبرتي ادا كوبي. حلو، الدايمتر بتاعه 20 متر، سيركلر الدايمتر ب20 متر، وكرود اوتوماتيك ريجيد زون اهي اهو. تمام، تمسك ده زيه بالظبط، ساين كولوم اد دايمتر ب80 سنتي اهو. طيب سيركولار وبوينت 8، تمام. اكيد في 3D ممكن تخليها كده ماشي، عشان انت بتختار تختار بسهولة. ماشي، هنمسك مثلا ده. طيب نمسك ده مثلا الساين بوينت، ده كان ده هو C9 18 46، 18 46 ونص اهو. وبكده تعرف تمسك كل حاجة النقط بتاعتك بسهولة. الساين تبقى عارف قطعات الأعمدة عشان ما تلخبطش في حاجة. بوينت ده مثلا كان 4، من هنا برضه عشان تاخد بالك اهو، C14 13 90، 13 90، كنترول اس اهو. ماشي، ده اللي هو 17، تمام. 2 2 8 8 3، ده اللي هو 23، 23. خلي بالك انا عملت كوبي. بص انا هنا عملت الاوركينج دي، كتبت هنا ماشي يساوي ده على 1.5، يعني دي ما كانتش موجودة اهو، قلت يساوي ده على 1.5 ماشي كده، شديت لتحت كده او دبل كليك على النقطة السوداء دي. بعد كده بقى تقلل الكلام ده ماشي، كنترول اس ماشي. احنا دلوقتي ايه، نجيبها في النص كده. طيب عايزين دلوقتي وصلنا ل 23، سي 23 619 ساين دوت بوينت 619، كنترول اس. طيب نكمل، عندنا العمود اهو ماشي، سي 27، 27 اهو. بدل ما تنقلها اهو، كنترول سي ماشي، علمنا على العمود اهو الساين بوينت، كنترول في اهو. اللي بعديه سي 28. طيب 28
اهو كنترول سي اساين بوينت كنترول في. جميل، وتفضل تعمل نفس الكلام ده. سي 18 اساين بوينت اهي كنترول سي كنترول في كنترول اس. تمام اهو الساين ده كان 19 19 اهو كنترول سي كنترول في كنترول اس. تمام ماشي. ده كان العمود اللي هو الدائري اللي هو سي 20 كنترول سي كنترول في كنترول اس سيف. ماشي نكمل. تمام دلوقتي احنا معانا لبشة 170 سنتي. تمام التسليح ده نجيبه ازاي؟ تمام التسليح ده نجيبه ازاي؟ طيب انا اقل حديد مستخدم في اللبشة ماشي كنت يقول لك 0.15 على 100 البي تمام في الدي اهو الشكل اللي قدامك ده ماشي 0.15 على 100 البي اللي هو عرض مثلا شريحة متر يعني 1000 مللي تمام في الدبس 170 مللي 170 سنتي تمام اللي هو 1700 مللي وتجيب التسليح المقابل ليها. تمام انا هنا معايا اكسل شيت تمام هيطلع لي المومنت اوف ريزيستنس اللي على لبشه بالكود الامريكي. تمام اهو دخلت له هنا اللي هي 400 كيوبيك اللي هي 32 اللي هي 300 اللي هي ايه 320 نيوتن اللي هو بص نفتح كده عشان موضوع الوحدات ده 400 كيلو جرام على السنتي. تمام اهو ال 400 دي او 350 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. تمام اللي هو اللي انا قصدي اللي هي 400 تمام المقابل ليها اللي هو 320 اهو نفتح الآلة اهو 400 في 0.8 اللي هي السلندر 320 320 دي كيلو جرام على السنتيمتر مربع عشان نحولها للنيوتن على المليمتر مربع ايه هتقسم على 10. طيب الفيلد 420 اللي هي 4200 كيلو جرام على السنتيمتر مربع خلاص خلصنا منه. 1700 اللي هو لبش متر 70 تمام وده اللي ده الكفر. انا جربت هنا ادخل 20 قال لي ان التسليح المينيموم بتاع اللبشه غلط اهو لازم تبقى 25 تمام التسليح الاضافي كذا. طيب ده الام التيميت اللي انت هتدخله على البرنامج. تمام خلي بالك ده كده لازم يتقسم على 10 تمام عشان انت هتدخلها طن متر ده بالملي. طيب ده لازم يتقسم على 10 اهو نظهر بقى ايه البلاطة بتاعتنا. طيب نجيب المومنت اهو هي عندنا حالة واحدة لازم نعمل حالة اسمها ultimate define dot combinations تمام delete add ultimate عشان احنا مدخلين الاحمال بتاعتنا working. تمام نخلي دي 1.5 و ultimate اهو control s اهو سالب نقفل ده بقى
اهو 2 4 2. الالتميت اهو ده اكسل، ده اكسل شيت بيطلع برضه المود في ريزيستنس بس بالكود المصري اهو. دخلنا له 400 تمام، اف سي يو، فيلد سيكنس 170، كفر عرض الشريحه طبعا 1 متر ماشي اللي هو 100 سنتي، 8 في 25 الاضافي صفرته ماشي، طلع لك مود في ريزيستنس 217 تمام. الاكسل التاني اهو بيطلع لك 242، واخد بالك عشان احنا بنقسم على 10 تمام. خلي بالك برضه انت لازم تدخل الحمل على الكور ده تمام. فانا فتحت مثلا سقف زي سقف الماي في التاني عشان اجيب الاكشنات بتاعت الكور تمام، وهجيب بص انتجريتد وور رياكشنز تمام، هيظهر لك الرياكشنز بتاعت الكور بس تمام. هتضربها هتجمعها وتضربها في 25 دور تمام. احنا كده كده بنصمم معانا النورمال فورس ماشي، فنحاول نجيب كده حاجه تقريبيه. انا هجمع الرياكشنات دي واضربها في 25 دور تمام. طيب نكمل ماشي. المجموع الرياكشنات اللي احنا طلعناه ده ماشي طلع 145، 145 علامة 7 في 25 دور ماشي. نتأكد بس كده من حاجة، نتأكد من عدد الأدوار اللي معانا أهو 24، والدور اللي احنا مزودينه يبقى 25 تمام. طيب هات الآلة كده ماشي أهو 25 يدينا 3000. نكتب الرقم ده كده مع بعض ماشي، نختار النقط بتاعة الكور ادي 1 2 3 4 5 6 الساين بوينت، يبقى الرقم ده 3 6 4 2 علامة 5 على 6 نقط بتوعه تمام. اهو دخل على 6 نقط بالتساوي بس، بتعمل run تشوف. نكمل، ظهرنا اتجاه المومنت في اتجاه اكس اهو، دخلنا الشبكة بتاعتنا ماشي 442 اهو ماشي. هنلاحظ ان المومنت البوزيتيف هو اللي عند العمدان اهو، شايف القيمة بتاعت المؤشر دي عند العمدان مومنت بوزيتيف، وفي نص البحر هو المومنت النيجاتيف اللي هو العلمي. فالاماكن دي هتبقى محتاجه اضافيات ماشي اهو، اللي هي الاماكن دهيت ماشي اهو. خلي بالك انت ممكن تاخد التسليح بتاع بلاطه فلات سلاب. انا خدت مثلا تسليح بلاطه فلات سلاب اهو وقلبتها، الكلام ده انا لسه ما صممتش بس حاطط قيم وابتديت اشيك عليه تمام اهو ماشي، وابتدي اشيك على القيم اللي انا حاططها دي. طيب عند كل الاعمده هتحط اضافيات، حتى لو مش طالع لك حط اضافيات عند الاعمده كلها، ولو حتى نص الشبكه ماشي. عند الكور طبعا لازم تحط اضافيات تقيل قوي تمام. خلي بالك انت اصلا دلوقتي حاسب على النورمال فورس بس، الكلام ده لازم بيتصمم على النورمال ومومنت. طيب اهو ده الاتجاه اللي هو اكس ماشي، حط اضافي في الاتجاه ده اضافي علوي بس، وممكن على الاكسل اللي بقى تبتدي
تعدل وتظبط، حط وتحط إضافيات، في 20 مثلا، 4 في 20، وتشوف الموت المقابل ليها، وتخش هنا تعدل وترسم وتظبط. أهم حاجة بس تاخد بالك إن هنا ده اللي عند العميدة موت سفلي، أنت لما تيجي تبص كده زي ما برضه نقول الحتة دي عشان مهم، كوبي أهو، أنت بتبص من اللوحة كده الاتجاه، بص كده أهو. لاين اهو، يعني انت لما تيجي تبص من تحت كده ده سفلي ماشي، يبقى العلو ازاي اهو، ميرور اهو، يبقى ده كده العلو بتاعه ماتش اهو. لما تيجي تبص من الاتجاه ده يبقى العلو بتاعه ازاي اهو، ميرور اهو ماتش، ده كده العمدان. عند العمدان سفلي بالشكل ده اهو ماشي، في المناطق اللي هي في نص البحر هتلاقيه علوي بالشكل ده تمام اهو. ونفس الاماكن دي هتلاقيها لو كانت في الفلات سلاب العلوي كان سفلي اهو. ثانية اهو، شايف نفس المكان في نفس الاماكن. انت ممكن تاخد التصحيح بتاع الفلات سلاب ده تقلبه وبعد كده تبتدي تشيك اهو، واخد بالك في نفس الاماكن هتلاقي هنا اضافيات، هتلاقي في البحور دي في اهو في اضافيات بالظبط كده ماشي. شكرا.